جنوب صباح الأحمد. اليوم يعني كان في هناك اجتماع وأنجزت من الفتوى والتشريع، و يعني سنبدأ بإجراءاتنا لطرح لعمل المناقصات البنى التحتية المطلوبة. فإحنا على قدم وساق نعمل بكافة الاتجاهات في الشمال وفي الجنوب، ونحاول نغطي أكبر قدر ممكن لمزيد من الإنجازات. إحنا من جانبنا اللي تفضلت فيه اللي هي 4 قطع في المطلع، N1 و N2 و N3 و N4، من جانبنا حسب ما يعني عرفت من الأخوة قمنا بدورنا وجهزناها، هي بانتظار قضية السيولة اللي بانتظار الموافقة على الميزانية، وهذا تم وتأخذ دورتها لإطلاق المال المطلوب أو الميزانية المطلوبة لهذه السيولة. تمت الموافقة يعني على الميزانية؟ تمت الموافقة من قبل الأخوة أعضاء مجلس الأمة في الجلسة الماضية، والتنسيق يعني جاري مع الأخوة في وزارة المالية. السيولة الخاصة في الأربع ضواحي 800 مليون حسب ما علمت، أنها قرابة 600 مليون، وتغطي قرابة 9800 قسيمة. بإذن الله سترى إن شاء الله في تغيير في السياسات العامة اللي كانت تطبق بالسابق، كيفية التشجير أو عملية التخضير والاهتمام في المرافق الحكومية على رأس الحدائق العامة. هناك أكثر من آلية تدرس الآن، لكن أنا أعطيك إياها يعني وعد أن راح تشوف إن شاء الله في تغيير في السياسة العامة والتوجه. يعني كتاب 2019 أنت اليوم ما تفضلت لحين ما أكرد عليه، لكن ظروف في وقتها، الآن تغيرت الظروف، والآن مثل ما نقول حكومة جديدة وإن شاء الله توجه جديد، وإن شاء الله إحنا طبعاً أنا يعني نهج جديد، ونتمنى أن يكون الطرح المجهود الإخوان يكون إيجابي بشكل عام على الزراعة، وخاصة في الأماكن اللي هي الحدائق العامة الخاصة بالمناطق. طبعاً هذه الزيارة كنا خططنا لها من ساعة ما تشكلت الحكومة، وزرت الأخ عمار العجمي في معالي وزير الأسكان في مكتبه، و الأمانة يشكر على الاستجابة، كذلك الأخ وزير البلدية الأستاذ عبد العز المعجل اللي وافق مشكورا على حضور هذه الزيارة للاطلاع على ما تعانيه مدينة جبل الأحمد من مشاكل من معاناة. أمانة نوجه شكر كذلك لسمو رئيس مجلس الوزراء اللي أمانة استجاب لمطالبنا باستعادة 114 قسيمة اللي صرح فيها وزير الأسكان. هذه كانت معاناة كنا نتابعها من أكثر من 5 سنوات، الآن تم استرجاعها بفضل من الله ثم بفضل سمو رئيس مجلس الوزراء اللي يعني استجاب لهذه الرسالة. الكثير قاعد يتساءل عن موضوع توزيع القسائم، هذا ال 114 هل راح يكون مثلا بنظام القرعة ولا القرعة شلون راح يكون يعني؟ هذه أنا والله شوف، هي أساسا كانت عشان تكون بالصورة، هي كانت بنيان عمودي وكانت مطلة على محارم الناس، فأنا طلبت من الوزير السابق ياسر أبو جزاه الله خير متعاونا معنا بإلغاء هذا البنيان العمودي وتحويلها إلى قسائم سكنية، واتخذ قرار فيها تحويلها، لكن الوزراء المتعاقبين بعدها حولوها المطور عقاري، مع أن ما كان في قانون يسمح بتحويل المطور العقاري، كان القانون قاصر. لذلك كنا نطالب بإعادتها للتوزيع على المواطنين بالشكل العادي بالنمط العادي على المواطنين بالقرعة. الآن استرجعت، الآن يحق لنا كمواطنين اللي عليهم الدور، الناس اللي منتظرة يعني بيوتها، إنها تحصل على هذه الفرصة وفق النمط العادي.